خليني هاخدك بقى ونرجع مره تانية على كلمات الرئيس في يوم التفوق الجامعي، وفي جزء مهم جدا عايزكم تستمعوا ليه على استعداد الدوله للمساهمه من خلال تحيا مصر في بناء الجامعات التكنولوجيه. زي ما كنت بقول لك 17 جامعه، طب هنساهم بقد ايه؟ ب 500 مليون. بس لازم تسمعوا الحته دي لانها حلوه وطالعه من القلب. دي بقى حكايه وطن. انت قلت ان احنا عايزين نعمل 17 جامعه تكنولوجيه. انا ما اعرفش انتوا عاملين حسابكم على كام. اتصور 500 مليون ولا يا دكتور؟ هي التكلفه اللي كانت للجامعات القديمه 600 مليون جنيه فعلا، فاحنا نقول هنوصل لمليار دلوقتي. لا خلينا نقول 600 مليون. 500 مليون. انا دكتور مصطفى من صندوق تحيا مصر مستعد ندخل في البرنامج ده، نبني الجامعات ديت اللي هي التكنولوجيه ال17 نص القيمه والحكومه تدفع نص القيمه. موافق يا دكتور؟ طيب النقطة الثانية، أنت قلت إن في مبادرة جميلة بتاعت المبتكرين والمبدعين، وقلت إن أنتوا رازين لها 50 مليون. إحنا برضو ممكن نساهم معاكم من صندوق تحيا مصر ب 50 مليون إضافية، يبقى 100 مليون. كده يبقى معقول. يا جماعة ما حدش يفصل مع الرئيس في فلوس. أرجوكوا. لأنه الرئيس شاطر في الأرقام. قوي يعني، وشاطر في مسألة المفاوضة دي جدا.